ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا درس جديد في الاساليب بتاعتنا، اسمه ايه؟ اسمه كيف تضع سؤالا. كيف تضع سؤالا يعني ايه؟ عندي هنا بقول ايه؟ بقول اين القرد؟ اين القرد؟ القرد فين؟ ها انتوا هتردوا عليا تقولوا لي فين؟ القرد على الشجره، أو القرد على الشجرة. طيب عندي القرد هنا آخرها إيه؟ آخرها نقطة. طب هو القرد على الشجرة أنا بسأل؟ لأ. طيب هنا بقول إيه؟ أين القرد؟ أنا بسألك هو فين القرد؟ أنا مش شايفاه. هتقول لي إيه؟ ها؟ على الشجرة. يبقى أنا لما باجي بسألك، عشان أسألك محتاجة حاجتين، محتاجة أداة استفهام، ومحتاجة بحط كمان في آخر الجملة إيه؟ حط علامة استفهام. يبقى بحتاج أداة استفهام وبحط أداة استفهام. طيب لما بجاوبك أو برد عليك، ها؟ القرد على الشجرة، القرد على الشجرة، ما سألتش، حطيت في الآخر إيه؟ نقطة، حطيت في الآخر إيه؟ نقطة. يبقى لما أجي أسألك ده اسمه ايه؟ سؤال. اسمه ايه؟ سؤال. عشان اعمل سؤال محتاجه حاجتين، محتاجه اداه استفهام، ها، زي مثلا زي اين هنا، وفي الاخر الجمله بحط ايه؟ بحط علامه استفهام، بحط ايه؟ علامه استفهام. طيب في الجمله، الجمله ما بسالش فيها حاجه، ما بسالش فيها عن حاجه، بقولها عادي جدا، وبحط في الاخر ايه؟ بحط لها نقطه. عندي ازاي احط اعمل سؤال، ها، كيف تضع سؤالا، ها، محتاجه، قلنا محتاجين ايه؟ حاجتين، محتاجين حاجتين، محتاجين ادوات الاستفهام. طب ايه هي ادوات الاستفهام؟ ها، تعالوا معايا نغني اغنيه ادوات الاستفهام. ادوات الاستفهام سهله كمان وكمان، ادوات الاستفهام سهله كمان وكمان. اين للمكان؟ متى للزمن؟ أين للمكان؟ متى للزمن؟ من لمين؟ للعاقب يبين. من لمين؟ للعاقب يبين. ما أو ماذا غير العاقل؟ ما أو ماذا غير العاقل؟ هل إجابتها بنعم أو لا؟ هل إجابتها بنعم أو لا؟ يبقى عندي هنا إحنا قلنا من مين؟ ها؟ ما أو ماذا لغير العاقل، صح؟ يبقى ما لغير العاقل. وعندي هل، هل دايما بنجاوبها بإيه؟ هل دايما بنجاوبها بتكون الإجابة بتاعتها، بنبدأها نعم أو بلا. هل شربت اللبن؟ نعم شربت اللبن. هل شربت اللبن؟ نعم أنا شربت اللبن. طيب أين؟ أين بسأل فيه عن إيه؟ عن المكان. أين ذهبت اليوم؟ رحت فين النهاردة؟ ذهبت إلى المدرسة، ذهبت إلى المدرسة. من لمين؟ للعاقل يبي. من حضر الدرس؟ أحمد حضر الدرس. من حضر الدرس؟ أحمد حضر الدرس. متى للزمان؟ متى للزمان بسأل بيها عن الوقت. متى استيقظت صباحاً؟ استيقظت الساعة 6 صباحا. وما ننساش ان دايما السؤال بنبدأه بأدوات الاستفهام، وبننهي بإيه؟ بعلامة الاستفهام. ما لمين؟ لغير العاقل. ما هذا؟ ها ده ايه؟ هذا قلم. من لمين؟ للعاقل يا بيه. من يعالج المريض؟ الطبيب. من يعالج المريض؟ الطبيب. أين للمكان؟ أين للمكان؟ أين تذهب كل صباح؟ ها؟ أذهب إلى المدرسة. هل إجابتها دايما بتكون إيه؟ بنعم أو لا. هل شربت العصير يا؟ نعم شربت العصير. متى؟ قلنا متى الايه؟ متى للزمان، صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الوقت. متى استيقظت اليوم؟ استيقظت الساعة 6 صباحا.
عندي بيها هنا ذاكرت دروسك اليوم. ذاكرت دروسك اليوم. دروسك اليوم. نعم ذاكرت دروسي. نعم ذاكرت دروسي. عندي هنا نعم. ها هنحط مين على طول احنا مغمضين؟ هل. هنحط مين؟ هنحط هل. هل. هل ذاكرت دروسك اليوم؟ نعم ذاكرت دروسي. طيب نقط تذهب إيه صباحا؟ نقط تذهب صباحا. ها أذهب صباحا إلى المدرسة. أذهب صباحا إلى المدرسة. ها صباحا دي مش فيها وقت؟ بحدد بقول الصبح ولا بالليل؟ مين بيسأل عن الوقت؟ الزمان. الزمان. ها مين؟ متى أو أين؟ أين تذهب صباحا؟ ها أذهب صباحا إلى المدرسة. بيقول له أنت بتروح فين الصبح؟ بروح الصبح المدرسة. أذهب صباحا إلى المدرسة. يعد لك الطعام. يعد لك الطعام. ها أمي. مين بيحضر لك الطعام بتاعك أكلك؟ أمي. يبقى أنا زي هنا سألت عن مين؟ عن إنسان صح؟ ها الإنسان ده اللي هو إيه؟ العاقد. هنحط إيه وإحنا مغمضين؟ من. من يعد لك الطعام؟ أمي. بيقول لي صل أدوات الاستفهام بما يناسبها. يشرح الدرس. نقط يشرح الدرس. المعلم. ها هو ما يشرح الدرس ولا من يشرح الدرس؟ المعلم ولا أين يشرح الدرس المعلم؟ الإجابة بتاعتها مين؟ الإجابة المعلم. المعلم ده عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل. طالما عاقل يبقى إنسان. يبقى هنوصله بمين؟ بمن. من لمين؟ للعاقل يا بيه. تسبح البطة في البركة. تسبح البطة في البركة. ها في البركة ده مكان ولا زمان ولا إنسان ولا إيه؟ مكان صح؟ ها يبقى مين بتسأل عن المكان؟ أين للمكان؟ ها نام الطفل. نام الطفل. نعم. ها مين علامتها على طول نعم أو لا؟ هل نام الطفل؟ نعم. هذا الإجابة قلم. هذا ها قلم. يبقى نقول ايه؟ ما او ماذا لغير العاقل. ما او ماذا لغير العاقل. ما هذا؟ قلم. هذه نقط. هذه علامة استفهام. هذه قطة. نقط. هذه علامة استفهام. هذه قطة. القطة دي عاقل؟ لا. مكان؟ لا. زمان؟ لا. أمال إيه؟ غير العاقل. يبقى هنحط مين؟ ها هنحط ما هذه؟ هذه قطة. طيب تدريبات الكتاب بيقول لي اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. طيب ما هذا؟ ما هذا؟ ده إيه؟ قلمون. قلمون. من هذا؟ من هذا؟ ها ولد. هل هذا ولد؟ هل هذا ولد؟ في عندي هل. هات بإجابتها بإيه؟ بنعم أو لا. طب هو دي صورة ولد؟ لا دي مش صورة ولد، دي صورة إيه؟ بنت. هنقول إيه؟ لا. أين يلعب الولد؟ أين يلعب الولد؟ ها دي صورة إيه؟ عندي المدرسة وعندي الحديقة. ها الولد بيلعب فين؟ في الحديقة. يبقى نلاحظ إن هو لما يجي حط لي هنا ما كانت في إيه؟ مع القلم غير العاقل. من هذا؟ ها كان بيسأل عن مين؟ عن الولد اللي هو العاقل. طيب هل هذا ولد؟
دي صورة ولد، وحطي لي هل، حطي لي إيه ما قدامها، نعم أو لا. يبقى ما لغير العاقل، من للعاقل، هل إجابتها بنجاوب بيها دايما بنعم أو لا، وأين للمكان، أين مين، أين إيه، أين للمكان ومتى للزمان. بيقول لي اقرأ السؤال ثم أجب. من تلعب؟ ها وهنا بيقول لي من تلعب، يبقى هو وحطيت لي من. من دي مين، للعاقل ولا الغير العاقل؟ للعاقل. هون ايه؟ البنت. طيب يقول لي اين تلعب البنت؟ ها اين مكان؟ هنقول ايه؟ في الحديقة. هل تلعب البنت في البيت؟ هل ها نقول لا، تلعب البنت في الحديقة. طيب ابحث عن علامة الاستفهام ثم قم بتلوينها. هندور على علامات الاستفهام وبعد كده هنلونها. أول علامة استفهام اهي، والعلامة التانية اهي، اهي كمان، فين تاني؟ اهيت ها، وكمان على الخروف، على الخروف تاني، وعلى البطة. بيقول لي اقرأ الجملة ثم ضع. هنحط نقطة أو علامة الاستفهام. ها أول واحدة، تعالوا نقرأهم مع بعض. الأرنب يأكل الجزر، الأرنب يأكل الجزر. هي دي أنا بسألك؟ لا، هو ما سألش. طالما ما سألش وما فيش أدوات الاستفهام، يبقى هنحط إيه؟ هنحط نقطة. طيب من يأكل الجزر؟ من يأكل الجزر؟ ده على طول سؤال، عشان حطت لي، حط لي ايه؟ من، وبيسأل مين اللي بياكل الجزر. هل هذا أرنب؟ هل هذا أرنب؟ هل من علامات الاستفهام، من أدوات الاستفهام، يبقى نحط ايه؟ علامة الاستفهام. أحب الأرنب، أحب الأرنب. طيب أحب الأرنب، ها هو هنا بيسأل؟ لا، طالما مش بيسأل أحط إيه؟ نقطة. في نشاط 6 بيقول لي إيه؟ بيقول لي اختر أداة الاستفهام المناسبة. عندي ما، هل، أين. الولد يذاكر دروسه، الولد يذاكر دروسه. عندي نعم، ها تبقى هل. من، هل، أين. يلعب الطفل، يلعب الطفل، ها في النادي، في النادي. النادي ده مكان؟ ايوه. يبقى مين اللي بيسأل المكان واحنا مغمضين؟ اين، اين للمكان. طيب يأكل الطعام، يأكل الطعام. احمد يأكل الطعام، ها مين؟ احمد. احمد ده مكان ولا انسان ولا ايه؟ انسان عاقل. يبقى هنحط على طول ايه؟ من. هذا اللون، هذا اللون احمر. ها هو بيسالني عن اللون، هو اللون ده عاقل؟ لا مش عاقل. طالما مش عاقل هنحط ايه؟ هنحط ما. بكده يبقى الدرس بتاعنا النهارده خلص. كان اسمه ايه؟ كان اسمه كيف تضع سؤال، كيف هضع سؤال. ها لما احب اسال حد عن حاجه لازم اساله باداه الاستفهام، وبنهي الجمله بعلامه الاستفهام، بنهي الجمله بعلامه الاستفهام. اين يعيش الاسد؟ يعيش الاسد في الغابه، يعيش الاسد في الغابه. اين بسال، هو الاسد بيعيش فين؟ في الغابه. ده الرد برد بيه، ها يبقى ده مكان. طيب ادوات الاستفهام ايه هي؟ ادوات الاستفهام سهله كمان وكمان، ادوات الاستفهام سهله كمان وكمان، ها